مكونات كباب الكرز: كيلو لحمة غنم مفرومة ناعمة، كيلو كرز أسود حامض، ملح وبهار حلو، فنجان صغير عصير الكرز، فنجان دبس الرمان، خبز عربي رغيف، ربع باقة بقدونس مفرومة ناعمة، قرفة ناعمة رشة، 200 جرام بصل ناعم، 100 جرام صنوبر، 100 جرام زيت نباتي. الشغل بالكباب الحلبي أنا عم ولع الغاز بيعطي رني غير شكل. مزج لحمة الغنم مع الكرز مع شوية ملح وبهار، تقريصة، وعلى جنب تاني بنكون عم نعمل قلية شهية فيها بصل، فيها صنوبر، فيها كرز، وبالآخر بقدونس، شوي من عصير الكرز مع دبس الرمان. تخيلوا معي كل هالمزيج ملا نكهة شهية رح يعطينا. القلية منبلش فيها شوية زيت نباتي، البصل مفروم ناعم، كل اللي بعمله ودايما بالقلية انه بوزع البصل اللي محطوط او الزنجبيل او الثوم او الفليفلة على قد المقلاية وبتركها على مهلها. هون في عندي لحمة الغنم، عندي كرز مجفف، القليل من القرفة الناعمة، القليل من البهار الأسود، وطبعا بدي احط الملح الكمية الوافرة. مبدأ ان احط ملح وارجع زيد انا وعم باكل، انا شخصيا وبمطبخي ما بقبل فيه. عادة لازم نحط كمية الملح الوافرة، لانه بالتركيبة الطبيعية تبع اللحمة وتبع المواد الاولية اللي بنكون عم نستعملها فيها املاح معدنية. الاملاح المعدنية موجودة بقلبها بصلبها، انا علي اضيف ملح لاوصل لليفل نكهة يقدر يحبه الاستعمال البشري. دايما الخلط بده يكون لفترة زمنية لا بأس فيها، لأنه المكونات المضافة على البارد لازم تنمزج بطريقة إنه تتناغم مع بعضها وتتماسك مع بعضها لأقدر أكمش وأوصل لنكهة طيبة. بينما وقت أكون عم بشتغل على السخن مش ضروري حرك كتير، لأنه المي اللي عم تغلي أو الزيت السخن بيعمل اندماج للمواد الأولية بين البصل بين الصنوبر. الحرارة كفيلة والبخار اللي عم يطلع وغلي المي، إذا عندي غلي مي، كفيلين إنه يدمجوا ويدغموا كل النكهات مع بعضها. في مدرسة قديمة بتعلم إنه شوية ملح على البصل ببطلوا يخلونا نبكي، يعني عادة إذا حطينا شوية ملح أول ما حطينا القلية على النار ممكن يخلي البصل يفرز ميته ويتبخر بطريقة ما نشم الريحة وتدمع عيننا. حطينا شوية بهار أسود، شوية قرفة ناعمة فوق البصل وفوق الصنوبر، وهون على جنب كمان بدي حمل المقلاية تبعولي. كرمال بلش بعملية تقريص كباب الكرز. بالنسبة للشكل فيني اعتمد انا وياكم الشكل اللي انا بدي اياه. مبدئيا رح اعمل هيدا القرص وافخته بالنص، حاجة اعمل حبة تانية. القرص تقريبا بيكون بوزن 20 لل 25 جرام، بعمل قرص وبعمل فخت بالنص. القلية ماشية وبتشهي، عصير الكرز، الكرز الأسود الحامض، الحامض
الكرز الحامض مع البصل مع الصنوبر مع شوي من البهارات الشرقية اللي أنا حطيتها، هنا تكمن النكهة وهنا يكمن المطبخ الحلبي طيب والشهي. بضل عندي دبس الرمان والبقدونس الناعم. شو رح يصير؟ رح أقرص قطع اللحمة، اقليها واجمعها كلها سوا، وبآخر لحظات بحط ملقتين من دبس الرمان، غلوة صغيرة، بطفي النار، برش البقدونس وبسكبها. حمينا شوية زيت، اللحمة مدهنة طيبة، درجة حرارة الزيت بدها تكون معتدلة إلى قوية، رائحة ولا أروع من هيك، طبخة حلبية بامتياز من المطبخ الأرمني الشهي. كمية الحر ممكن تضاف مثل ما نحن بدنا. عادة مشهور المطبخ الأرمني والحلبي بنكهات الحر الظاهرة، نحن عملناها اليوم بس بشوية فلفل أسود، ولكن إذا حبيتوا فيكن تضيفوا لحر، ممكن قرن الحر الأخضر يكون مفروم ومضاف فوق البصل وفوق الصنوبر وفوق الكرز الحامض، ممكن نحط لها شطة مرهم أو رشة بودرة حمراء. تقنية الطهو سهلة جدا، فينا نعتبر نفس الأسلوب بتتبيلة اللحمة وبالصلصة المرافقة، ولكن نشك قطع الكباب بقلب شيش ونشويهم على الفحم. بعد ما ضفنا دبس الرمان صار طبقنا جاهز للسكب. كباب بالكرز، طبق حلبي بامتياز، نعمل بمطبخنا على طريقتنا وهي الطريقة الأقرب للمطبخ الأرمني والمطبخ الحلبي. كرز الوشنة هو الكرز الأساسي اللي كان لازم ينعمل فيه طبقنا اليوم، ولكن على مدار السنة مش متوفر على طول، استبدلناه بالكرز الأسود، ولكن أساس هيدا الطبق هو كرز الوشنة الحامض الطيب.